بعديد ولايات شرق الوطن تواصل قافلة خاوة في كل مكان فعاليتها من خلال تنشيط حفلات فنية ومجموعة عروض والتقرب من شباب المنطقة، والتي لقيت تجاوباً من قبل شباب المنطقة. إذن خنشجة اليوم هي محطة من محطات نخبة الشباب التي جابت عدة ولايات من بينها الولايات الشرقية الغربية والجنوبية. اليوم تحت هذه القافلة ولاية خنشلة، وكما ترون يعني إقبال كبير للشباب من أجل مقابلة هؤلاء الفنانين وهؤلاء النخبة الذين يمثلون مختلف الرياضات ومختلف الثقافات ومختلف الفنون التي يحبها الشباب خاصة. احنا رانا هنا قافلة في كل مكان يضم يعني عدة فنانين فيهم رياضيين رسامين إلى غير ذلك. أنا بصفتي يعني مشاركتي في هذه القافلة هو أن يعني ندير توعية للشباب خاصة في مجال الرياضة خاصة النساء، باسكو نشوفوا بلي في الجزائر نساء في الجنوب عندناش ثقافة رياضية نسوية. المشاركون أكدوا أن المبادرة تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الأخوة بين أطياف الشعب الجزائري من خلال ترقية روابط التعارف وجعل الشباب عنصرا فعالا في المجتمع. الأهداف تاع القافلة هذه هو رفع شعار تاعها خاوة في كل مكان، نختلف في الأفكار في الآراء في السياسات في الاعتقادات، بصح كاينة حاجة واحدة تجمعنا هي الجزائر، خاطرك كي ما نتفقوش ما نقدروش نقدموا ما نقدروش نبنوا بلادنا. قافلة خاوة في كل مكان هي رسالة لشباب الوطن، رسالة لا للعنف لا للعنصرية لا للجهوية، رانا كل خاوة في كل مكان. مبادرة خاوة في كل مكان من شأنها أن ترسل عدة رسائل لمحاربة العنف وكذا مرافقة الشباب مختلف ربوع الوطن في التنمية والاندماج في المجتمع.